بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا النهاردة هو الدرس الثاني من دروس البلاغة من موضوع الصور البيانية، والجزء الثاني اللي هو الاستعارة. ايه تعريف الاستعارة؟ بيقول لي الاستعارة هي تشبيه حذف احد ركني. يعني ايه الكلام ده؟ احنا الدرس السابق في البلاغة خدنا التشبيه بالتفصيل، وقلنا ان الركنين الاساسيين في التشبيه هما المشبه والمشبه به. اما نيجي النهاردة نعرف الاستعارة، بيقول لي الاستعارة عبارة عن تشبيه حذف احد ركني. يعني تشبيه هيكون في ركن من الاتنين الاساسيين في التشبيه المشبه او المشبه به محذوف. طيب الاستعارة نوعين، الاستعارة المكنية والاستعارة التصريحية. هناخد الكلام ده بالتفصيل مع بعض. الاستعارة المكنية وبيقول لي فيها يحذف المشبه به ونأتي بكلمة تدل عليه. أدي الركن اللي محذوف أهو في هذا النوع من الاستعارة، وهو الاستعارة المكنية. المشبه به مش بيكون موجود في الجملة، بس بيبقى فيه في العبارة كلمة بتعرفني المشبه به اللي محذوف إيه. ننظر إلى المثال. عندما نقول تكتب مصر تاريخها بحروف من نور، الاستعارة المكنية هنا في تكتب مصر. هي مصر بتكتب يا جماعة؟ لا طبعا. مين اللي بيكتب؟ اللي بيكتب الإنسان. فهنا هذه العبارة فيها استعارة مكنية، حيث شبه مصر بإنسان يكتب. عرفت منين إنه شبه مصر بإنسان؟ من الفعل يكتب. المشبه هنا هو مصر والمشبه به إنسان. ونلاحظ أن المشبه به اللي هو كلمة إنسان محذوف، وجاءت كلمة تكتب للدلالة عليه. طيب ننظر إلى المثال الثاني. العلم يهدي البشرية للصواب. العلم يهدي، هو العلم هو اللي بيهدي؟ لا طبعا، النور هو اللي بيهدي الأشخاص. فهنا هذه الجملة أيضا فيها استعارة مكنية، حيث شبه العلم بالنور الذي يهدي البشرية. المشبه هنا هو كلمة العلم، والمشبه به النور، بس النور هنا محذوفة. مين اللي علمني إن في هنا كلمة محذوفة؟ الفعل يضيء. نلاحظ أن المشبه به محذوف وهو كلمة النور، وجاءت كلمة يهدي للدلالة عليه. أتمنى أن يكون الجزء دوت واضح. طيب النوع الثاني من أنواع الاستعارة هي الاستعارة التصريحية. من اسمها كده، يعني في هذا النوع من الاستعارة نصرح بالمشبه به، وفيها يحذف المشبه ويصرح بالمشبه به. ومن هنا جاءت تسمية هذا النوع من الاستعارة بالاستعارة التصريحية. مثل ما نقول، ننظر إلى الآية الكريمة في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا. هنا الاستعارة في كلمة حبل الله. هو ما هو حبل الله؟ الدين هو الحبل الذي يجمع به الله الناس. فهنا الاستعارة التصريحية حيث شبه دين الله بالحبل الذي يجمع الناس. فهنا أصل الجملة الدين حبل، الدين المشبه وحبل هي المشبه به. عندما أجد في الجملة المشبه به صراحة، فهذه الصورة تكون استعارة تصريحية. نلاحظ أن المشبه وهو كلمة الدين محذوف مش موجود، والمشبه به كلمة حبل موجود بالجملة، لذا سميت هذه الاستعارة استعارة تصريحية. طيب عندما ننظر إلى المثال الثاني، انتصرت مصر على الظلام. الاستعارة هنا في كلمة الظلام، حيث شبه العدو بالظلام. نلاحظ أن كلمة العدو اللي هي المشبه محذوفة، والمشبه به اللي هو كلمة الظلام هو اللي موجود بالجملة، لذا سميت هذه الاستعارة استعارة تصريحية. أتمنى أن يكون هذا الجزء واضح بالنسبة لنا في نوع الاستعارة، سواء كانت استعارة مكنية أو استعارة تصريحية. الجزء الأخير من الدرس وهو سر جمال الاستعارة. سواء كانت الاستعارة بتاعتي استعارة مكنية أو استعارة تصريحية، فسر جمال الاستعارة ثلاث حالات، والثلاث حالات بيبدأوا بالتاء. نحفظهم صم، تشخيص، تكسيم، توضيح.
تشخيص، تجسيم، توضيح. يعني إيه الكلام ده؟ عندما أقول أن سر جمال الاستعارة التشخيص، يعني أنا شبهت حاجة في الاستعارة بشخص، بإنسان. لما أقول شبهت كذا بإنسان، يبقى سر جمال الاستعارة هنا التشخيص. عندما أقول سر الجمال التجسيم، عند تشبيه الشيء المعنوي بالشيء المادي، يعني حاجة معنوية يعني ليست محسوسة ما أقدرش أمسكها، بشيء مادي يعني حاجة أقدر أمسكها بإيدي. في هذه الحالة يكون سر جمال الاستعارة التجسيم. التوضيح عند تشبيه الشيء المادي بحاجة مادية برضو، أو الشيء المعنوي بحاجة معنوية، وهنشوف ده بالأمثلة حالا. ننظر إلى المثال الأول. عندما أقول تبتسم الأرض في الربيع، هي الأرض بتبتسم يا جماعة؟ لا طبعا، مين اللي بيبتسم؟ الإنسان. فهنا استعارة مكنية حيث شبه الأرض بإنسان يبتسم. أول ما أقول شبه كذا بإنسان، يبقى سر جمال الاستعارة على طول التشخيص. طيب ننظر إلى المثال الثاني. اهدنا الصراط المستقيم، هذه الآية التي نقولها يوميا مرات ومرات، اهدنا الصراط المستقيم. هنا كلمة الصراط استعارة تصريحية طبعا، حيث شبه الدين بالطريق المستقيم. طيب الدين مادي ولا معنوي؟ في حاجة بمسكها بإيدي كده وبقول عليها إن هي دي الدين؟ لا طبعا، الصراط اللي هي الطريق حاجة مادية، شايفها قدامي طريق أهو. فإذا عندما أشبه الأمر المعنوي بالأمر المادي، فسر جمال الاستعارة هنا التجسيم، سر جمالها التجسيم. ننظر إلى المثال الأخير. أقاتل بقلمي، هنا شبه لي القلم كأن هو سلاح أنا بحارب بيه، فاستعارة مكنية حيث شبه القلم بالسلاح. القلم حاجة محسوسة مادية بمسكها بإيدي، السلاح حاجة مادية أيضا بمسكها بإيدي. لما شبه المادي بالمادي أو المعنوي بالمعنوي، إذن فسر جمال هذه الاستعارة هو التوضيح. أتمنى إن شاء الله إن يكون الدرس سهل وبسيط عليكم، وإن الشرح يكون واضح، وبإذن الله نتقابل في درس تاني قريب جدا إن شاء الله. باي باي.